التكريم منه غريب عن السعودية لدعم المرأة ولقدرات المرأة السعودية اللي عم نشوفها بكافة المجالات وكافة القطاعات. مهرجان البحر الأحمر الدورة الثالثة، مبسوطة كتير بهالمهرجان الحلو للدورة الثالثة، وكل سنة أحلى من سنة، التطور وكتير حلو هيدا الشيء. إيش آخر أعمال الفنانة ماجي الجديدة؟ مسلسل اسمه عأمل، كتابة نادين جابر، إخراج رامي حنا، لشهر رمضان المبارك. امبارح كان في حفل الومن ان سينما والتكريم، كنت موجوده فيه، فشو بتطلعي او رايك بتكريم السعوديه للمراه ودعمها وتمكينهم؟ يعني هيدا التكريم منه غريب عن السعوديه لدعم المراه ولقدرات المراه السعوديه اللي عم نشوفها بكافه المجالات وكافه القطاعات. هيدا مبشر، وان شاء الله هيك الله يديم هالنجاح وهالدعم للمرأة وللرجل وللشباب بالسعودية يلي عم نشهدها وعم نشوفها. ماجي، بالعالم كله دائما في مشكلة صراع بين الإكواليتي بالومن أند مان بالأدوار بالسينما، هل تعتقدي إنه إحنا بالعالم العربي عندنا هاي المشكلة من خلال خبرتك؟ لا، ما عندنا هيدي المشكلة، لأنه عم نشهد مسلسلات بطولة نسائية، العمل حلو بالنهاية بيفرض نفسه. مثلا بعطيكي مثل، مسلسل للموت بثلاث أجزاء وصل للعالمية، والأتراك أخذوا النسخة ليصوروا بالتركي وحتى أمريكا يعني، والبطولة نسائية، فأنا ما بلاقي في تفرقة. لا، مين اختار لك الأوتفت الليلة؟ أزي أند أوستا الديزاينر، نوبر الجولري، وميشيل ليون الكوافير، بقول لهم ثانك يو سو ماتش. ليالينا بحبكم مثل ما انتم بتحبونا، وخليكم عم تتابعوا اخر اعمالنا. ميرسي.